الظلام الدامس هو وحده ما كان يسود الطرقات الرئيسة الواصلة بين المكلا وضواحيها خلال السنوات الست الماضية. أما اليوم فهكذا يبدو المشهد. عودة الإنارة الليلية للطريق الرابط بين المكلا وضاحية العيص شرقا مرورا بالغويزي وأحياء الديس السكنية تأتي كثمرة جهود متواصلة لعمال الإنارة بالمدينة لإعادة تأهيل وتشغيل مشروع إضاءة الليلية لشبكات الطرق الرئيسية. توجيهات سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، انتهينا من إعادة تأهيل شارع المعاوص الغويزي الجزء الأول، وسوف يتم استكمال الجزء الثاني في بالديس وشارع الستين وخلف بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات من التخريب ونهب الكابلات بشكل عام، تشمل تمديد كابلات جديدة، تجديد لوحات التحكم واستبدال التالفة القديمة، إلى أن تتم استكمال جميع شوارع مدينة المكلا، وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة. عشرات الكيلومترات من أعمدة الإنارة الضوئية للطرقات بمدن ساحل حضرموت كانت وخلال السنوات الأخيرة قد تعرضت وبشكل كبير لعمليات تخريب ممنهج تمثلت في قطع ونهب تمديداتها النحاسية لبيعها لاحقا كخردة، وهو ما أسهم في وقوع الكثير من الحوادث المرورية. الفترة السابقة وفي الأزمة التي عصفت في البلاد في الآونة الأخيرة تعرضت أعمدة الإنارة لأعمال سرقة وتخريب ممنهجة، بل وصلت إلى الحد أن يتم سحب الكابلات من أعمدة الإنارة وبيعها في السوق السوداء. فقدت الإنارة بشكل تام في بعض الطرق الحيوية والسريعة كطريق المعاوص الغوازي، أدت إلى حوادث سير، أدت في بعضها إلى الوفاة. وعلى الرغم من افتقاد هؤلاء العمال للكثير من الإمكانات ومن بينها أدوات السلامة وحاجتهم الملحة لرافعات جديدة ومؤهلة بدلا عن هذه المتهالكة، إلا أن هذا لم يمنعهم من الاستمرار والعمل تحت أشعة الشمس الحارقة لإعادة تشغيل أعمدة الإنارة وتوفير سير آمن للمواطنين ليلا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.